التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام في مستهل لقاء جديد يجمعنا وإياكم وبرنامجنا هنا مسبح. نسعد بصحبة حضراتكم على مدى ساعة تقريبا الخميس 8 فبراير 2024 مقسمة إلى جزئين، جزء حواري هو الجزء الثاني، فيه يسعد زميلي العزيز خالد سعد بصحبة حضراتكم. هتكون في ضيافته الدكتورة رشا حامد أستاذ ورئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات بعين شمس في حوار عن أهم إنجازات وجهود الدولة المصرية في مجال التطوير الحضاري للريف المصري. أما هذه الفقرة فهي فقرة إخبارية بامتياز، نقول فيها بين مجموعة من أهم وأحدث الأخبار، ونتوقف أيضا بصلات هاتفية مع كبار المحللين والصحفيين والمسؤولين لنستزيد من التفاصيل. خلونا نشوف أهم الأخبار اللي عندنا في العناوين والمنشتات ثم نعود إلى حضراتكم. خلونا نبدأ بواحد من الأخبار المهمة اللي جاء الحقيقة تعقيبا على قرار السيد الرئيس الحكيم بحزمة إجراءات للحماية الاجتماعية. النهاردة مجلس أمناء الحوار الوطني بيوجه الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويثمن قراراته الاجتماعية. الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني قال إنه مجلس أمناء الحوار بيشكر بشكرا عميقا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويثمن عاليا قراراته بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي وصفها سيادته بأنها تنطلق من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة. وبيعتبر مجلس أمناء الحوار الوطني أنه هذه القرارات هي علامة بارزة ومهمة أمام جلسات الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية الحالية والتي دعا إليها السيد الرئيس بصورة عاجلة لترشد المشتركين فيها نحو اقتراح كل ما يدعم المصريين اقتصاديا واجتماعيا في مواجهة الظروف الراهنة. خلونا نتوجه بالسؤال لكاتبنا الصحفي الكبير أستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع الموجود معنا عبر الهاتف حول هذا الموضوع. مساء الخير يا أستاذ أكرم. مساء النور، أهلا وسهلا. يعني أولا تثمين في موضعه، حضرتك شايف دور المجلس في الفترة المقبلة خاصة في ظل دعوة السيد الرئيس للقضايا الاقتصادية أو إجراء حوار عميق حول القضايا الاقتصادية، وأولا حضرتك شايف جملة هذه القرارات في ظل هذه الظروف إزاي يا أستاذ أكرم؟ طبعا قرارات في التوقيت وفي الاتجاه مهمة جدا لأنها جاية قبل رمضان طبعا، وبعد الحقيقة إجراءات يعني خطوات أو انعكاسات كبيرة للأزمة العالمية في صورة تضخم وارتفاع الأسعار. والحقيقة إن هي أهميتها كمان إن هي جاية في وقت الحكومة فيه والدولة بتتخذ إجراءات رقابية واسعة، داخلية، تمويل، مراقبة الأسعار، مواجهة الاحتكارات، مواجهة إخفاء السلع، التلاعب غير المشروع في العملة وفي أسعار العملة وغيره. كل دي الحقيقة يعني كان معروف دايما أنه أي علاوات بتيجي بيستنى التجار يرفعوا أو بعض التجار يرفعوا الأسعار ويتلاعبوا بيه. يمكن الإجراءات الحاسمة اللي موجودة دي تخفف من هذا الأمر وتضاعف من أهمية أنه يبقى الدخل ارتفع في وقت ما يبقاش فيه القوى الشرائية زادت وفي نفس الوقت الأسعار تستقر. كمان الحقيقة في يعني خطوات مهمة أعلنت عنها الحكومة ضمن السياسات، تقشف الحكومة بمعنى أو بآخر، في إجراءات لمضاعفة دخل مصر من العملة بعد تأثرها. احنا عارفين إن هي العملة مش بس تأثرت لكن كمان مثلا قناة السويس بسبب الأحداث اللي موجودة في البحر الأحمر، انعكاسات الحرب على غزة اللي مصر بتسعى لوقفها، أيضا الحقيقة تراجع برضه في أسواق العملة. لكن في إجراءات واتجاهات ننتظرها في انها تحسن من تدفقات العمله فيما يتعلق بهذا الموضوع. فالحقيقه هي سياسات متكامله ومهمه، وجايه بعد فتره الحقيقه كان فيها كلام كتير وادعاءات كتير ومنصات بتشتغل وشائعات طبعا عن اجراءات بنكيه او غيره. احنا السياسات الماليه والسياسات البنكيه مرتبطه بالمؤسسات، والحقيقه الجزء الخاص بالحوار الوطني واعلان ده او الجزء الاقتصادي يبقى فيه خبراء، يبقى فيه تيارات سياسيه زي ما شفنا في الحوار الوطني فيما يتعلق بالسياسه ومؤتمر اقتصادي قبل كده، هيبقى مهم قوي ان يبقوا الخبراء موجودين، لانه يعني هذه الازمه واي حد بيتابعها عالميا عارف ان انعكاساتها يعني انها غير مسبوقه بهذا الامر وهذا التعقيد والتشابك اللي موجود فيه. لكن نرجع للقرارات الحقيقه، اولا دي سادس مرة من 2019 حتى الآن، وكانت الحد الأدنى للظهور 1200 جنيه المرتبات كان 700 جنيه في 2011، وكان 25 يناير قاموا وقالوا إنه خليها 1200.
النهارده احنا بنتكلم من 2019 وبعدها الحقيقه يعني 23 اللي فاتت دي اترفعت مرتين، مره في شهر مارس ومره في سبتمبر، يعني احنا بنتكلم الزياده الاخيره دي ثلاث مرات في 11 شهر. وكمان الحقيقه هنلاحظ في هذه الاجراءات كلام مهم في المعاشات، في الوفاء الضريبي، فيما يتعلق بمضاعفه التكافل وكرامه، كمان وظائف جديده في المهن الطبيه، في بدل السهر والحاجات اللي كانت ملاليم كده وتم رفعها. فاحنا بنتكلم على التوقيت ومع رمضان، ودايما احنا بنلفت النظر لحاجتين مهمين قوي. مع رمضان اذا كان ده اجراء تكافلي وجزء مهم قوي وشيء جيد الحقيقه من ضمن المميزات للمجتمع المصري، بس ما نحولوش الا تجاره سوداء او اغنياء حرب. يعني كنت لسه اسال حضرتك، يعني لكي تؤتي ثمارها هذه القرارات ايه اللي مطلوب يعني الحقيقه سواء من المواطنين او المؤسسات؟ الحقيقه الحكومه عليها جزء مضاعفه الاجراءات الرقابيه، وشايفين الداخليه بتشتغل بشكل كويس والتموين وغيره وضبط ناس، اخفاء سلع كميات ضخمه الحقيقه يعني تستحق مضاعفه الحساب بشكل رادع. لكن كمان الحقيقه في جزء الحكومه يجب ان تخصص ارقام ساخنه للاتصالات ويجب ان تستجيب بسرعه، والمواطن اللي مضار او يشوف، لانه فعلا انا بلفت النظر انه قلت ده بعض الافراد العيش الحر اللي هو مش في التموين بترفع يبقى ب 2 جنيه فيرفعوه 2.5 بالليل ويجي بالنهار ينزله تاني على اعتبار انه التموين. الناس تبلغ جزء منها. كمان احنا في ازمه، انعكاسات ازمه عالميه طبيعي، مش بنقنع حد بحاجه بس بنقول انه طبيعي كل واحد فينا بيعيد تنظيم ميزانيه بيته او غيره، في نفس ده يبقى تعاون، الحكومه بتتحرك لرقابه وفرض القانون، واحنا بنتحرك في بلاغات ونتحرك في الاستهلاك، نستهلك المنتج المحلي في الملابس في الجلد الزرق بحيث نخفف الضغط على الدولار ونخليه للسلع الرئيسيه. كمان الحكومه هتتحرك في السبع سلع الاساسيه اللي تم تحديدهم اللي هو رز، مكرونه، دقيق، زيت، سكر، جبنه، البان، ان ده تطبيقه بشكل حاسم بليه هامش معروف، بنصرف عليه دولار والحكومه بتدعم هذا الامر وبتجيبه، فبنتكلم فيه انه يصرف كميات محدده لكل حد، يفرضه بشكل معين، يبقى فيه رقابه عليه، يبقى فيه اسعار مش 10 اسعار بين 10 اماكن، وده خطر. كمان الحقيقه لازم نبقى احنا مدركين انه الفتره اللي فاتت شافت نوع من الشائعات او الكلام، خلينا نستخدم المنطق والعقل اللي هو يقول لك لا ده بيرفعوا عشان تعويم، وده في مصادر نفتها بشكل حاسم. وكمان لازم نقول انه الاجراءات الماليه والبنكيه دي مرتبطه بمؤسسات كبيره. صحيح. موجوده اللي عليها مسؤوليه بنحاسبها. والحكومه والموازنه، والدوله حريصه انها تاخد القرار الرشيد اللي يحقق امن الوطن وامانه. يعني فزي ما حضرتك بتقول فكره الشائعات ورفع الاسعار من قبل التجار والتعامل على انه قيمه الجنيه امام العملات الاجنبيه يعني اكبر بكتير من من منها، فدعم الازمه الحقيقه في السوق مفتعله يا استاذ اكرم. الحق يتقال يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا كاتبنا الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع. هنرجع لحضراتكم بعد الفاصل. طيب، جهود الدوله الحقيقه مستمره من اجل تدبير موارد نقديه من طرق مختلفه ومواجهه هذه الازمه اللي نتجت الحقيقه عن ازمه عالميه اكبر. مجلس الوزراء اليوم وخلال اجتماع الحكومه رئيس الوزراء قال ان في لجنه قانونيه وفنيه بمجلس الوزراء مع مكتب محاماة عالمي لدراسة عروض استثمار تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، وقريبا الإعلان عن كامل التفاصيل بعد الانتهاء من المفاوضات. وقال دولة الرئيس أنه هدفنا تحقيق مستهدفات التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل. طيب، ده معناه إيه؟ خلونا نروح بالسؤال للدكتور شريف عوض الخبير الاقتصادي والمصرفي لنسأله عن هذه الآليات، عن التفكير خارج الصندوق، عن الاستثمارات اللي ممكن تساعد في مواجهة نقص النقد الأجنبي. دكتور شريف مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني حضرتك شايف ازاي هذه الجهود اللي من الواضح يعني في عمل دؤوب ما زال لم يعلن بعد للشعب المصري بخصوص عروض الاستثمار التي تدر موارد بالنقد الاجنبي، وايه المطلوب دكتور شريف لنعظم هذه الاستثمارات؟ يعني خلينا الاول نوضح القرار اللي خده مجلس الوزراء النهارده تشكيل لجنه قانونيه وفنيه لدراسه عروض الاستثمار في مشروعات مهمه.
تمام. المشروعات دي المفروض انها تدر موارد ضخمه من النقد الاجنبي. لو رجعنا بس حضرتك ل 31/12/2023 هنلاقي ان مجلس الوزراء او هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده في جلستها رقم 185 اللي عقدت 31/12 مجلس الوزراء النهارده احيط علما بموافقه الهيئه على بيع عدد من الطلبات المعلقه المتعلقه بتخصيص قطع اراضي لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الامريكي من خارج البلاد. كويس. في 32 شركه تقدموا بطلبات للعمل بعد المشاريع على اراضي، والمصدر هيكون عمله صعبه من خارج البلاد. عظيم. فمجلس الوزراء في المرحله الحاليه او الدوله في المرحله الحاليه بتحاول تعظم مواردها من النقد الاجنبي ومشروع او من خارج الصندوق، يعني من خارج الصندوق. وده الواضح خلال الفتره اللي فاتت دي، وده اللي تبلور النهارده في القرارات اللي ظهرت النهارده في مجلس الوزراء. طبعا الدكتور مصطفى مدبولي قال ان هو من عقب ما انتهى من المفاوضات مع المستثمرين سيتم الاعلان على كافه التفاصيل. وقال كمان ان المشروعات دي هتدر او هتوفر فرص عمل لمئات الالاف من المواطنين، وهتعيد برضو الحركه في بعض الشركات المصريه. عظيم. طيب فكره ضخ الاستثمار بالعمله الاجنبيه من خارج البلاد ممكن يعمل انتعاش ازاي في القطاعات المختلفه سواء العقاريه او الصناعيه دكتور شريف؟ هي طبعا كل البلاد او كل الحكومات في مختلف دول العالم بتحاول انها تتخلص من تملك القطاع العام او يعني نسبه ملكيه القطاع العام، وتتجه نحو توفير يعني موارد من العمله الصعبه. احنا في مصر هنا في وقت من الاوقات كان عندنا في مشكله في توفير العمله الصعبه، وطبعا ده المتغيرات كثيره جدا حصلت حوالينا في الفتره اللي فاتت، سواء من الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب، فده اثر على المورد العمله الصعبه للبلاد. فالحكومه بتحاول تفكر خارج الصندوق. طبعا انا النهارده لما يجي لي مثلا موارد من خارج البلاد ده هياثر عليا في حاجات كثيره جدا. على سبيل المثال مثلا توفير مستلزمات البلاد من المواد الخام، توفير مستلزمات البلاد صحيح. من السلع الرئيسيه من الحاجات دي كلها. كل ده انا ما بعتمدش على مورد واحد زي زمان، انا بنوع مصادر الدخل اللي بيجي من الخارج، وده طبعا هيفرق مع البلد في المرحله القريبه قوي ان شاء الله باذن الله. يا رب الخير باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور شريف عوض الخبير الاقتصادي على هذه المداخله. مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام. مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ايضا الحقيقه وجه ب او دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بقيام مختلف الوزارات بالعمل على تفعيل مخرجات المرحله الاولى من الحوار الوطني، وان كل وزاره او كل وزير يقوم بتنفيذ التوصيات الخاصه بوزارته سواء فيما يتعلق باعداد مشروعات القوانين او القرارات التنفيذيه اللي تم التوافق بشانها، مشيرا الى انه سيكون هناك متابعه دوريه لمختلف هذه الملفات. حضراتكم عارفين ان الحوار الوطني الحقيقه اللي جمع اطياف كبيره جدا من تيارات مختلفه من هذا الوطن بذلت جهود كبيره خلال الشهور الماضيه في العمل على كثير من الملفات، وقدمت الى الحكومه الان اللي واجهت بضروره العمل عليها، والتاكيد على انه الحقيقه الجميع منفتح على كل الاراء والتوجهات لانه الهدف هو المصلحه الوطنيه. ده معناه ايه؟ خلونا نروح لكاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ حجاج الحسيني مدير تحرير الاهرام. استاذ حجاج مساء الخير يا فندم. الو مساء الخير يا استاذ حجاج، ازي حضرتك؟ منور يا فندم، اهلا وسهلا، مرحب بحضرتك معانا. ويعني فكره الحوار الوطني وتوجيه الحكومه لكل وزير بانه يعمل على تنفيذ مخرجات المرحله الاولى، ما الذي يعني ذلك استاذ حجاج من وجهه نظر حضرتك؟ طبعا الحوار الوطني عندما انطلق يوم 3 مايو العام الماضي 2023 انطلق
طبعا بدعوة من القيادة السياسية شارك فيها. احنا بنتكلم عن عدد المشاركين في جلسات الحوار الوطني 7223 مشارك، بنتكلم على انه على مدى 8 اسابيع في الجلسات النقاشية سواء العامة او الجلسات المتخصصة، احنا بنتكلم على خرج فعلا في المحاور الثلاثة، محور الاقتصادي، محور السياسي والمحور الاجتماعي، 133 اجراء او توصيه. فطبعا ما فيش شك المحور السياسي كان فيه توصيه، من انا مش هقدر اتكلم عن 133 توصيه واجراء، ولكن هنتكلم اجمالا عن اهم محاور او اهم المطالب او اهم التوصيات في المحاور الثلاثه. انا هتكلم في المحور السياسي، كان مهم جدا التوصية بتفعيل دور المجالس الشعبية المحلية. احنا عارفين انه المجالس الشعبية المحلية توقفت من عقد احداث يناير 2011، احداث 25 يناير 2011، تم حل المجالس المحلية في على مدى 14 عام مضوا في غياب تام للمجالس الشعبية المحلية. الحوار الوطني ناقش افكار لتفعيل المجالس المحلية وعودتها مرة تانية، ويمكن كان لنا مشاركه بصفتي الشخصيه في الجلسات دي، وكان في اكثر من طرح لطريقه انتخابات المجالس المحليه سواء الانظمه المختلفه، القائمه المغلقه المطلقه او القوائم النسبيه او النظام الحربي، وده هيتم التوافق عليها في مشروع القانون الخاص بالمجالس الشعبيه المحليه. عظيم. نتكلم في المحور الاجتماعي، كان في اتفاق على تسريع وتيره التامين الصحي الشامل وتوسيع قاعده المنتفعين بالتامين الصحي، ويبقى في قانون موحد للتعليم قبل الجامعي. وحضرتك يمكن تتذكر الساده المشاهدين انه كان في مشروع قانون ثانويه عامه جديد، ولكن تم تاجيل هذا المشروع. عظيم. بنتكلم على المحور الاقتصادي، وده محور مهم جدا، كان بيتكلم على حاجات كتيرة جدا، أهمها تحقيق يعني سد الفجوة، سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك سواء في الزراعة وفي التصدير في الاستيراد، وفي قضية فض الاشتباك بين جهات الولاية على الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، لأن طبعا في تضارب حاليا في جهات الولاية ما بين المحليات وما بين المدن الجديدة، في كلام عن تفعيل إدارة الشباك الواحد، في إنشاء مناطق صناعية متخصصة. كل المحاور الثلاثة اللي أنا اتكلمت عنهم بشكل سريع قيد التنفيذ حضرتك، أنا أتصور أنه إحنا العام الماضي في شهر يناير شفنا ثمار مخرجات الحوار الوطني في صورة قانون التصالح في المباني المخالفة، وده فض وده حل إشكالية كبيرة جدا، لأن احنا كنا بنتكلم عن أكثر من 3 مليون طلب تصالح لم يتم تقنين أوضاعها ولم يتم حلها بسبب مشاكل إدارية، عجز لجان التصالح، قلة عدد الموظفين. فأنا أتصور إنه القانون الأخير اللي صدر من مجلس النواب في نوفمبر الماضي حل الإشكالية دي. احنا بنتكلم على القضايا المهمة اللي بتهم المواطن اللي تطرق ليها الحوار الوطني أيضا، هي منظومة البناء، لأنه عارفين كلنا أن منظومة البناء الحالية منظومة صحيح لا تخدم التنمية العمرانية ولا تخدم أي مواطن عنده قطعة أرض عاوز يبنيها. فأنا أتصور أنه الدولة بصدد تشريع جديد يحل منظومة البناء اللي هي أصبحت حاليا لوغاريتميات. طبعا احنا لازم نؤكد انه في رغبة شديدة جدا، يعني يمكن تابعنا من فترة في لقاءات القيادة السياسية التأكيد على فتح حوار اقتصادي صحيح خلال الفترة القادمة. انا عايز اقول انه المرحلة الاولى لازم نفرق بس بين انه الحوار، لازم الناس تعرف الحوار الوطني الفندم لم ينتهي، ولكن تم فض جلساته بعد 8 اسابيع من الجلسات العامه والمتخصصه بسبب الاستحقاق الانتخاب الرئاسي والانتخابات، والحوار الوطني سوف يعود للانعقاد كمرحله
قريبا ان شاء الله ويركز على الوضع الاقتصادي. انا بشكرك شكرا جزيلا كاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ حجاج الحسيني مدير تحرير الاهرام على هذه المداخله الضافيه. عندي خبر سريع قبل ما اترك حضراتكم مع زميلي خالد سعد، هو من وزاره الشباب والرياضه اللي بيناقش اليات الاداره الاقتصاديه والاستثماريه لمشروعات الوزاره، ده الدكتور اشرف صبحي. يعني الدكتور اشرف صبحي، شركه المدن للخدمات الشبابيه والرياضيه مع شركه كابتكس ساهمت في توفير ما يقرب من 11 مليار جنيه، وده في اطار نظام اقتصادي محكم بيتضمن انشاء كيانات اقتصاديه على غرار شركه المدن لخدمه وصيانه وتطوير المنشات الشبابيه والرياضيه. الحقيقه حضراتكم عارفين انه البنيه الاساسيه في مجال مراكز الشباب وممارسه الرياضه نهضت نهضه كبيره جدا في كل قريه، في كل نجع، في كل حاره، في كل شارع، وبالتالي فكره تطوير المنشات الشبابيه والرياضيه وبخاصه مراكز الشباب في كل المحافظات هي شغل شاغل للدوله المصريه. بنحيي وزاره الشباب على هذا الجهد، وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه. بعد الفاصل زميلي خالد سعد والدكتوره رشا حامد، ابقوا معنا.